سعيد بيقول أنه ما بيقدر يصحى الصبح إذا ما شرب قهوة، بس شو رأيك يا سعيد تستبدل القهوة بالمي؟ كوبين من المي لما بتصحى كل يوم الصبح بيساعدوا على تنشيط الدورة الدموية. المي بتشكل 50-70% من جسمك، منها 80% بالدم و60% من العضلات و75% من الدماغ. وحاجتنا اليومية من المي هي تقريباً 30 مللتر لكل كيلوغرام، يعني إذا وزن سعيد 70 كيلوغرام بيكون بحاجة ل 2.1 لتر من المي يومياً ليشتغل جسمه بشكل صحيح. ممكن نزيد من فوائد المي إذا بنعملها مثل ساعة مائية للجسم، يعني كوب واحد من المي قبل وجبة الطعام بنصف ساعة بيساعد على الهضم، وكوب واحد من المي قبل الاستحمام بيساعد على خفض ضغط الدم، وكوب واحد من المي قبل النوم بيقلل الخطر بالإصابة بالسكتة القلبية. بكل الأحوال شرب المي على معدة فاضية بيساعد بعلاج كتير أمراض مثل الصداع، التهاب المفاصل، أوجاع العضل، وعدم انتظام نبضات القلب، وأمراض الكبد وغيرها كتير. وبيساعدك كمان على حرق الدهون الزايدة. وما تنسوا 30 مللتر من المي لكل كيلو من وزنكم. وعساكم دوم صحة وسعادة.